أنا تقرم بالكوجينة من اللي أنا صغير، ندخل مع عاوز أمي في كوجين باش نهز معي فطوري باش نفطر في المدرسة. جيت تونس عام 92، نسكن في الفويه. أول ما جيت تونس ماكلة تونسية ما كانش تعجبني، كان قوي علي. ولا هكاكا تعرفت على امرأة تايلاندية، حلينا معنا مشروع، حلينا ريستوران صغيرة، ريستوران تايلاندي. قعدت نخدم معها مدة للي وليت معروف في تونس. ومشي سوتيب ما جاك بلد تاي كان جاك خون ران أهان تاي ناي تونس. أنا اسمي عبد الرحمن من تايلاندا، صاحب مطعم تايلاندي في تونس. في المأكلة التايلاندية أنا توم يام سوب، معروفة برشا، معروفة العالمية. أنا تمشي أي ريستوران تايلاندي في العالم تقول أعطيني توم يام سوب يمدوا لك توم يام أوريجينال. التوم يام سوب تتكون من سيترونيل والبصل والثوم والجالانجا، تتغلى الماء، نحط الجالانجا والسيترونيل والبصل خلي يتغلى مليح. بعد نحط عليه الفوردمان كربيت وكلامار والمول اللي تحب عليه انت. من بعد نعملها عصر قارص، شوية كزبر من فوق، فاكهة بانا زادة باتاي اللي معروف. الباتاي تتكون من بعض تاع الروز والليجيوم وشامبينيون كريبيت ولا بولي ولا بيف اللي تحب عليه انت. باتاي تتحضر في قلاية سوتيه بالصوص تاع باتاي سكري سالي، وتحط عظمة تسوتيه معهم، ومن بعد تحط عليه شوية كاكاوات من فوق ونجب تصار بيها. الماكلة التونسية اللي تعجبني هي كسكسي، من دون ما كانش تعجبني أنا قد قوي، ومن بعد سنست بيه ولا تعجبني، خاصة تبدأ فيه برشا خضرة تبدأ طايبة بكده. ترشي في تونس ونحن في تايلاندا عندنا كيمشي اللي تتكون من برشا خضرة اللي هي كروم، بصل، سناريا والخيار، تتفوه بثوم وحريسة والخل والسكر، سكري سالي والكيمشي، تتاكل مع ماكلة تايلاندية.